اهلا بيكم ويوم جديد من يوميات الشيف ومفيده. تخيلوا الايام جريت خلاص، احنا النهارده الخميس، الخميس الجاي يعني وقفه العيد، لانه بيقولوا ان العيد يوم الجمعه، خلاص رمضان خلص ومش عارفه الايام الحلوه فعلا بجد بتخلص بسرعه جدا. بس اكتر حاجه هبقى حزينه عليها اننا حاجتين، ان انا طبعا مش هنبقى فيه شفه مفيده عشان هنكمل الستات ما عرفوش يكذبوا بعد رمضان، وطبعا غير ان انا مش هشوف هاني المصور بتاعي حبيبي واقف قدام الكاميرا عمال يعمل لي كده. لكن اهم حاجه شربينيز انا هفتقده بشده وبعمق. انا مش عارفه ازاي هصحى الصبح من غير ما البس واحس ان انا جايه اشوف الشيف شربيني. مش عارفه حياتي تبقى عامله ازاي من غير الشيف شربيني بعد يوم الخميس، بجد بجد مش عارفه. بس اهو ان شاء الله ربنا يقدرني. على العموم هنبتدي حلقتنا النهارده، وكل يوم بنبتدي بسؤال جايزته عمره. يا ترى السؤال بيقول ايه النهارده؟ ركزوا ونرجع مره تانية نشوف السؤال. مسابقه برنامج الشيف ومفيده والجائزه رحله عمره يوميا. سؤال حلقه اليوم: في اي عام هجري فرض الصوم؟ السنه الثانيه، السنه الثالثه، السنه الرابعه؟ اتصل من أي محمول على رقم 137 أو من أي خط أرضي على رقم 09999 أو أرسل رسالة إلى رقم 95182 ثم رقم الإجابة. في أي عام هجري فرض الصوم؟ إحنا إمتى اتفرض علينا الصوم؟ في العام الهجري السنة الثانية، في السنة الثانية، ولا في السنة التالتة، ولا في السنة الرابعة؟ السنة التانية ولا تالتة ولا رابعة؟ وحظ سعيد لكل اللي بيتفرج علينا إن شاء الله. النهاردة طبعا السؤال بتاعنا على الفيسبوك سؤال ممكن يكون اتحط بأكتر من صيغة، يعني سمعناه كتير، بس السنة دي احنا حابين احنا نختار السؤال ده، او دلوقتي والنهاردة بنختار السؤال ده لان بجد وقته جه. انتوا حاسين ان رمضان السنة دي لمته زي اللمات العادية؟ انتوا حاسين ان في لمة، ان احنا بقى عندنا اللمة دي؟ ليه لمة العيلة بتكون شهر واحد في السنة بس ومش على طول؟ وكمان الشهر ده، الشهر هو بتاع شهر رمضان اللي احنا مفروض ان احنا نتوقع ان كلنا نبقى ملمومين فيه، ما بقيناش بنتلم. اللي بيبقى معزوم، بصوا بقى، بيبقى احنا يعني احنا لو هنفطر اول يوم كلنا مع بعض كعيلة، وبعد كده تبتدي العزايم. فانا مثلا معزومة في حتة، واختي معزومة في حتة، واخويا معزوم في حتة، وكل والايام تتبدل. يعني انا لو تاني يوم انا قاعدة في البيت يبقى هي مش موجودة، لو انا وهي قاعدين في البيت يبقى هو مش جاي. احنا ما بقيناش بنتلم يا جماعة. رمضان كلنا بنقول لمته حلوة، بس مش لمته عائلية، لان من الواضح ان احنا كل يوم احنا عندنا حاجة بنعملها، كل يوم بنبقى موجودين، بنجامل ناس، وبنروح نفطر عند ناس، وبنروح نسهر على ناس، وناسين خالص ان احنا نجتمع مع العيلة. طبعا انا دلوقتي اسرتي جميلة وهي بتتفرج عليا هتقول الله يرحم مين بتتكلم دي، بس دي حقيقة. انا وانا جاية النهاردة في العربية ملاحظة ان احنا ممكن نكون بنعمل عزومات كتير وبنتعزم كتير، بس تجمعاتنا الأسرية مش كتير. احنا ما بنجتمعش كتير في رمضان مع بعض، لكن بنتعزم اكتر. ده سؤالنا النهارده، وقريت طبعا اصدقائنا على الفيسبوك ابتدوا تردوا، وعلى طول هنبتدي بعد البريك ده نقول كل الكومنتس. وبقول لكم تاني سؤال: ليه لمة العيله بتكون شهر واحد في السنه مش على طول؟ وحتى لو في رافع في رمضان ما بتبقاش زي ما احنا فاكرين. النهارده بقى، النهارده الشربيني مش بقول لكم هفتقده، مش هقول لكم مطبخ، يعني احنا بنعمل اكل، بس عارفين انتوا ريحه اكل الشربيني بتبقى معبقه المكان، بيبقى الاستوديو سي بي سي كله متعبق اكل الشربيني. والله هنعمل النهارده بفتيك بالصلصه، وبفتيك بالصلصه دي يعني لازم يعني ايه وصلصه ايه هساله، وطارت لحمه بالبشاميل، وشوربه كوسه بالكريم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونلتقي بعد الفاصل بنجم جيل شيف شربيني.
وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم ومنورنا. أهلا يا وفيدي، إزاي حضرتك؟ زي حضرتك. اللي انت عامله في شعري. انت هتقول انا كنت متاكده ان هو هيعمل الحركه دي فيا. انا كنت متاكده. ميسي باروكا؟ لا مش حلو فين، انت بتجامليها؟ لا دي حقيقه. انت مش عاجبك لون شعري؟ عامله ايه؟ عامله هايلايتس. اوكسجين ايه ده؟ اوكسجين ده كان زمان، اوكسجين دلوقتي ده اسمه هايلايتس. هايلايت بلاتين. مين؟ بلاتين. بلاتينيوم؟ بلاتينيوم ده ايه؟ ايه بلاتينيوم ده؟ بلاتين. بقول لك ايه؟ بلاتين ولا تغديني؟ تاني عليا بلاتيني. مش طريق انت عندك كلهم تمام. انا بسال سؤال. انا كنت بسال كل الشباب دلوقتي، انا اللون ده لايق عليا اكتر، وانت اكتر واحد بتفهم في الجمال والموضه والشعر وكده وبتاع، انت عارف. فانا بسالك، ماليش غير اللي انا. اللون ده حلو ولا اللون الغامق اللي في التتر؟ مش عارف ايه اللي عامله في شعرها ده. لا شبه الليفه. ليفه حاطه ليفه على دماغها. ما انت بتضحك يا محمد. انا إيه؟ شبه الليفه؟ لا الشعر. انا انت انسانه محترمه. لا انت انسانه محترمه. ايه مواصفات شعري بالليفه؟ يعني ايه اللي بيخلي شعري يفكرك بالليفه على اساس انه نفس اللون؟ ابيض. ما هو ده موضه. موضه؟ ايوه. انت ما هو انا كشف في وشك تقول لي موضه، اقول لك كرش كبير موضة. موضه. انت عارف انها بقت موضه دلوقتي الكرش الكبير؟ ايوه ايوه. كشرة؟ لا كشرة. لا ايه كشرة دي اللي هو التسميه التكشير؟ لا ما تعملش كده. الكرش موضه والهايلايتس اللي في الشعر موضه. خلينا في المحترمين. ماشي ماشي، خلينا في شغلنا. بس انا هسالك سؤال، هو انا شعري شبه الليف عشان نفس اللون؟ لا هو بصراحه شعري جميل، ما تضحكش عليا. اه انت بتغلس عليا. بتغلس عليا. طب ما تعملهاش بعد كده. قريب من دي. ها؟ لا ده بيج. قريب من اللون ده. شربيني. انت مش عارف الالوان اصلا. انا بكلم مين؟ انا بكلمش شربيني. طيب. هنطبخ وهنعمل. اعمل بس اختار لنا الاربعه. ادي واحد بالراحه. اثنين ثلاثه اربعه. طيب دول الاربعه اللي انت نقيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شت شت. بسم الله الرحمن الرحيم. تلعبش في حاجه تانية بعد كده. ماشي. هي بتحط فين ولا هنا؟ اي مكان يعجبك حطيه. ماشي. ايه يا عم لازقها دي؟ لازق. انت ايه عملت فيها ايه؟ ما تخافيش دي بيضه ما فيهاش حاجه. اوعى تكون قطعتها. ما فيهاش حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد لله. اه. سميه دمرداش. دمرداش سيده عندها 46 سنه متزوجه من غربيه، عليها احكام نهائيه. كان المفروض عليها 30,000 جنيه. ها؟ وصلوا ل10,000 جنيه. طيب سميه بقى استندت من اجل شراء ميكروباص بنت جدعه للعمل عليه وتاجيره للسائقين، ولكنها لم قدرتش على سداد اثر تعرض جوزها لحادث. تطلب اجراءات عمليه جراحيه، وكانت ساميه تتكفل بمصاريف علاج جوزها فتعثرت في السداد. يعني انا ساميه واضح ان انت شخصيه جامده وقويه، وان شاء الله ربنا يكرمك، واحنا هنفك كاربك سي بي سي ان شاء الله هيسدد اللي عليك. هو دلوقتي حضرتك عايزه اسال سؤال. بس انت جامدين، عايزه اجيب ميكروباص وتشغل عليه سواقين. طيب انا هقول لحضرتك حاجه. بس جوزها يعني عيب. طيب هو دلوقتي لما يكون في عندنا حادثه او اكسيدنت او حاجه زي كده، هو مش في مفروض مستشفيات يعني الحمد لله بتعالج الناس دي، ولا مفيش مستشفيات في البلد؟ نفسي اعرف القصه دي. سؤال غريب ما جاوبش. طبعا اكيد هم بيقولوا في، شفت هم بيقولوا في مستشفيات في تامين صحي. يعني اللي بيعملوا حادثه ده انا نص الناس الغارمين معانا بيتكلموا لا في علاج يا في ادوات كهربائيه حاجات زي كده وحرق. امال احنا فين الدوله عندنا في المستشفيات وفي الحاجات دي؟ لا ما هو خلي بالك شف شربيني، يعني احنا لازم نقول حاجة، ان موضوع الغارمين والغارمات دي اللي ابتدى كانت رئاسة الجمهورية، وعلى فكرة انا مش بجامل، يعني مش بقول كاش، انا اقول له رئاسة الجمهورية دي حقيقة. هم اول ناس حاولوا عملوا موضوع الغارمين والغارمات وسداد اول 400 حالة. ما ده كويس، ده حاجة حلو. انا بتكلم احنا كان مفروض بقى قبل رئاسة الجمهورية احنا الجمعيات المجتمعيه والناس دي تحس بيهم وتلحقهم قبل ما رئاسه الجمهوريه تعمل الموضوع ده، فنبتدي احنا نقول نتكسف على نفسنا، الله ده الموضوع ده اتعمل، فاحنا نبتدي احنا كمان نعمله. ايمان اسماعيل سيده عندها 42 سنه متزوجه من القاهره، عليها احكام نهائيه برضو، كان عليها 25,000 جنيه وصلوا 10,000 جنيه. طيب الحاله الثانيه ايمان اسماعيل 42 سنه والدين بعد التفاوض 10,000 جنيه. عملت ايه بقى هي عشان يبقى عليها الدين ده ويبقى عليها الاحكام دي؟ ايمان الغارمه كانت بتشتري تذاكر لمدينه ملاهي بالاجل. بصوا قد ايه الشعب المصري شعب ذكي بيحاول يسترزق باي طريقه. لمدينه ملاهي بالاجل وتبيعها للمدارس
وكان هذا هو مصدر دخلي ليها لفترة طويلة، إلا إنها من في مرة تعرضت لحالة نصب حيث بيعت لها تذاكر مزورة وتعثرت في سداد الدين. يعني حتى في الحاجات البسيطة دي لازم يطلع لها حرامي يسرقها ويوديها في داهية عشان هي مش ماشية صح. ليه؟ طب ما هي اخذت التذاكر، هي اشترت التذاكر وهتدفع فلوسها بس بالاجل، وراحت هي تبيعها للمدارس تاخد فلوسها وتكسب فيه وهكذا. لبس الطواقي، احنا في مصر بنلبس طواقي كتير قوي. شفت سيده 34 سنه متزوجه من الغربيه وعلى احكامنا كان عليها 4000 جنيه وصلوا 2500 جنيه. دي مين؟ دي زينب السيد. وزينب اشترت بعض الاجهزه من اجل تجهيز نفسها وقامت بسداد الاقساط، الا انها تعثرت في القسط الاخير بسبب عدم وجود اي مصدر دخل ثابت ليها، وطبعا اخذت عليها احكام والقسط الاخير 2500 جنيه. دول الثلاث حالات اللي ان شاء الله سي بي سي بما فيهم زينب هتسدد اللي عليكم باذن الله. هيبقى لنا الحاله الرابعه اللي هي سيد رضا. لكل اصدقائنا والكل فاعل خير حابب ان هو يشترك. سيد رضا راجل عنده 57 سنة. متزوج من الجيزه، عليه احكام نهائيه، كان المفروض عليه 17000 جنيه وصل 9100. 9100 ليه؟ لانه برضو نفس المشكله. سيد اشترى جهاز لبناته بالتقسيط وتعثر في سداد بسبب سوء الحاله الاقتصاديه اللي عقبت ثوره يناير وانقطاع رزقه. بجد انا يعني مش عارفه اقول، هل الناس دول غلط ولا احنا اللي غلط، ولا الناس اللي معاهم الكمبيالات والشيكات هم اللي غلط؟ وهل ممكن نسجن بعض علشان خاطر اجهزه كهربائيه؟ الموضوع زياده جدا. لكن دي الحاله، الحمد لله دي حاله فعل خير. وان شاء الله ان شاء الله على اخر رمضان باذن الله 120 حاله الموجودين معانا هنفك كربهم ونسدد اللي عليهم. تعالوا مع بعض نشوف الاربع حالات بتوعنا مين النهارده ومين اللي تم السداد الديون بتاعهم. سميه الدرداش من الاهليه تم السداد من قبل السي بي سي، ايمان اسماعيل من القاهره تم السداد برضو من قبل السي بي سي، وزينب السيد من الغربيه تم السداد من قبل السي بي سي. ما فضلش غير سيد رضا وهو من الجيزه، وقيمه السداد وقيمه الدين 9100. وان شاء الله قبل ما بنطلع من هنا دايما كل يوم بيبقى فيه فاعل خير بيتبنى الحاله دي وبيحاول ان هو يساعدها وبيتصل بينا واحنا بنوصله. وجزاكم الله خيرا بجد. انت هتعملي لنا ايه النهارده؟ انت بقى تاكليني النهارده حضرتك. النهارده انت عامل، انت كل يوم، انت عارف انا كنت لسه بقول ايه؟ بقول ان انا اكتر حاجه هفتقدها بعد رمضان ان انا مش هبقى موجوده معاك. والله وانا كمان يا كل ان انت مشرفاني يعني ومكبراني ومزوداني. ربنا يبارك برضه. مش هلاقي حد يسعدني. يقرفك قصدي؟ لا يسعدني، انا كنت هقول يقرف بس حسيت ان يقرفني اقل من اللي انا حاسه بيه. كمان حاسه بسعاده. حسب الله ونعم الوكيل. انا حاسه بمتعه. ما ادير بقى عشان ما نغش كتير عشان يوم نعدي بسرعه كده. شيكا بيلا بيلا. وانت خلاص المقادير المقادير. بوفتيك بالصلصه، البوفتيك لحمه ستيك. لا هنعمل بوفتيك بالصلصه الاول. طيب انت بتعمل ايه؟ انت بس لا خلينا في الطرد ده عشان نخش الفرن. الطرد الاول. طيب طرد لحمه بالبشاميل. هنعمل عجينه منفي وبصل وثوم ولحم مفروم واعشاب، فلفل الوان وقرفه ودقيق ولبن وزبده وجبنه مبشوره وملح وفلفل. واضح دلوقتي ان احنا بنبتدي اهو ان هو شيف شربيني انت العجينه بتفردها. انا بقى عايز اتعلم البتاع دي. تتعلم ايه؟ الطرد ده. لا دي سهله قوي. بص حضرتك انا اسالك بس سؤال. اتفضلي يا فندم. هل دي العجينه دي انا اقدر اعمل بيها حلو وحادق؟ اه طبعا يا فندم. يعني دي مفيش مشكله؟ اكيد اكيد. ماشي يا فندم. اتفضل يا فندم. كده ادي العجينه عملناها كده اهو. كده تمام. انت بقى مش عاجبك شعري. خلاص بقى هي حديته. امال المخرج اللي يقول كده؟ لا المخرج قال لك. المخرج اللي يقول كده. وقعنا في بعضينا. انا عايز اقول لك حاجه. ومين المخرج النهارده؟ انا ساكته. محمد حبيبك اخويا هو اللي قال لك قول كده. هو اللي قال لك قول. انا مش دعوه. انت بترجع في كلامك. انا مصدقه طبعا فيك يا محمد يا اهلاوي. انت هتقعد ساكت خالص. هو اللي قال لها قبل ما تطلع على الهواء، قول لها كذا 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 وشدها من شعرها عشان تعرف بروك ولا مش بروك. بروك ولا مش بروك؟ ولقيت ايه؟ بروك ولا مش بروك؟ انا بقى بيني وبينك ما رضيتش. ما رضيتش. اه انا لسه ان انت لقيتها ايه؟ بروك؟ انا عارف ان هي بروك بس خلاص. لا هي مش بروك. ماشي ها. بصي بقى انت بقى بتفنن في الشكل بتاعك. لا وانا نازله من القلل. فانت فردتها وبعدين ايه الجناحات بتاعتها رحت ايه؟ جناحات راكبين طياره. ايوه جناحات الطرد. ماشي. بص بقى يا ست الكل، هنا عندي شويه فلفل الوان هستخدم اللحمه بتاعتنا.
ادي شويه فلفل الوان. انت معصج لحمه وفلفل اخضر، فلفل الوان. عندي جبنه رومي اوكي عشان اديها اكتر. عندي هنا شويه جبنه شيدر. اوكي شفت بقى الحلاوه والجمال ده كله. احنا في اواخر رمضان فالناس زهقت، لازم نلعب بقى. الناس زهقت دي حقيقه، يعني الناس كلها عايزه تاكل حاجات مختلفه، حاجات فاني كده وجميله. دي حقيقه. دي تبقى زي البيتزا يا شيف شربيني. هي قريبه من البيتزا بس يعني عارفه الباتيه بتاع زمان والحاجات الحلوه بتاع زمان. عارفه الباتيه بتاع زمان بتبقى لها طعم جميل جدا وحلو. بس لسه نديها لبراي ونديها حدوته كده حلوه عشان نعمل ايه. هنديها ايه؟ هنديها ايه؟ لبراي. لبراي ايه؟ هقول لك عليه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللبراي ده؟ كده اللبن لبرق. الواد بحبه لما برق. لبرق. انت بتغني يا شيف شربيني؟ ما بغنيش عليك. يعني عمرك وقفت في المطبخ وغنيت مثلا؟ سمعتني ادندن. ايه بقى مين؟ بس بعد عني. بتحب الدندن؟ لا انا بحب بقى عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم وفايزه وكل يعني... حتى تسمعي اي كاسيت بسمعهم هم دول. يعني بعشقهم. بتحبهم؟ بتحب جدا تسمعهم. جدا جدا. يعني انا لو قلت لك مثلا انا اول ما بتشوفني ايه الاغنيه اللي بتيجي في دماغك؟ اول ما بتشوفني ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ عيب عليك في السن ده. ماشي. ده الاول حاجه، انت اول ما بتشوفني بيجي لك الاغنيه دي. حمد بشتان. حمد انت حياتنا دي طبعا. طب لا انا اول ما بشوفه. ايه؟ انت لما تشوفني بقى بتقول ايه؟ بقى ايه؟ لما تشوفني بتقول ايه؟ بلاش انا. خلاص. بس بغني الحب كله. الحب كله. شفت ازاي؟ عشان انا مش اي كلام. أصيل. الحب أصيل. كله أصيل. انت الحب شو حب. ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ طيب كده هنا بصي حضرتك، هنعمل اللبراي اللي انت بتقولي لي ايه هو اللبراي. ايه اللبراي ده؟ انت على فكره ميزه حلوه فيكي ان انت بتحسسي المشاهد بكل حاجه صح، يعني على اساس ان انا جاي. حسب الله ونعم الوكيل. انا ما افتيش يعني ايه لبراي. دي كده ده احنا في لغه الطباخين لما مؤاخذه مع احترامي لسعادتك يعني بنقول عليه لبراي. لبن ببيض لو شويه كريمه وسنه ملح وشويه فلفل عشان يشيلوا الزفاره بتاعت البيض. هات الملح والفلفل ده. اجيب لك الملح واجيب لك كمان البتاع دي. ماشي. المضرب ماشي. يلا هجيب لك انا الكريمه. انت بتسمي بقى ده لبراي علشان انت حاطط حبه ملح فيه اهو. حط لك حبه ملح اهو وحبه فلفل زي ما هو قال لي. انا ما بعملش حاجه. عايزين بقى كريمه. هيقول لي حطيتي فلفل كتير. ماشي ناقص لنا كريمه. يبقى كان عندي كريمه. ما انت بتخبي الماركه؟ نعم. ما تخافش، ما كل الناس عارفه، ما فيش غير نوعين في السوق. ماشي حاضر. يلا عشان نخش من الفرن. كريمه هي يا شفا هنا. نعم هنا كريمه. خلاص انا خدت. خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك كده؟ ده اللبراي. صلاة النبي عليك يا ست الكل. بتحطه كده ني في ني؟ اهو. تمام كده؟ اهو. يبقى زي ما انت شفت كده حضرتك شوية جبنة من اللي عندك دي. شوية جبنة؟ طيب عقبال ما احط لك فوق جبنة كده؟ فوق الوش. ايوه. ايوه يا ريم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ ازيك مفيده؟ انا كويسه، انت كويسه؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه، رمضان كريم عليكي وعلى اسرتك. قولي لي. ريم اتقطع الخط. معلش كده انا عشان دي تطلع كده بتلمع. ايوه بس ده متغرقه، ده ما يسيحش، ما 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 ما, ما يبوشي، ما يعملش اي حاجه. قول يا رب، قول يا رب. وبندخلها كده بقى. انا عايزه تطلع عليها حروف جامده كده عشان اعرف اغمس بيها واكلها واقرقشها. اوكي بنعمل تغيير كده في الاكل. حلو ده. يلا ندخلها الفرن. يلا يا ست الكل. يلا توكلنا على الله. نتوكلنا على الله. تاخد وقت قد ايه في الفرن دي؟ ما مش هتاخد تلت ساعه بالكتير. طيب هندخل دي في الفرن، وعقبال ما ندخلها هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه الاكله ونعمل البوفتيك بقى. يلا في الفرن وهو تلت ساعة وهيطلع. كانت في صديقة لينا ريم كلمتنا يا شيف شربيني وكانت بتسألك على الكحك بقى والبيتي فور والكلام ده، فعايزين ناخد كده مواعيد ونقول لكل أصدقائنا هنعمل ايه.
تحبي طيب. بكره نعمل بتفور وكحك زي ما انت عايزه. بكره ايه؟ بكره الجمعه يا هدى. بكره الجمعه نعمل ايه؟ نعمل حاجه، نعمل حاجه يعني، نعمل مثلا بوتيفور. طب يا قوليها نعمل بكره بوتيفور. نعمل بوتيفور، ماشي نعمل بوتيفور. نعمل بوتيفور ونيجي نعمل يوم السبت كحك. كحك ويوم ويوم الاثنين ويوم الحد بسكويت. نعمل بسكويت. مية مية. خلاص كده. بس ممكن تتاخري شويه بس حضرتك كده شويه عشان ما تغرقكيش بالبلد. بسكويت. ايوه اسم بسكوت. اسمه بسكوت. لا ما انا خلاص، انت عندك انت بسكويت كركري. كركري كركري. اي اسمه كركري. كركدي. دي 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 ولا ايه؟ لا دي دي كركدي. دي دي ماشي خلاص. اوكي ناخد حنان على التليفون. اتفضلي يا حنونه. حنان. ايوه معاكي يا مفيده. اهلا اهلا، وحشتيني. وانت كمان. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي. ازيك يا شيف شربيني؟ منور الدنيا كلها. انت اللي منوره يا ست العرايس. هيوحشنا. الله يخليكي، هتوحشنا جدا جدا. هيوحشنا جدا جدا جدا. مفيده لون شعرك تحفه تحفه تحفه. فاتح ولا ايه الاخبار؟ لا يجنن. مفيده الله يخليكي. ممكن انا عايزاكي اولا تاخدي رقمي من الكنترول وتقولي لي اسم الكوافير بتاعك بليز. وحياه بنتي الكوافير سعيد عبد الغني بتاعنا. اوكي حاضر ماشي. وحياه منا يا شيخه. ايه وحاجه تانية مفيده. ايوه ممكن الشيف شربيني يقول لنا طريقه عمل السابلي. السابلي اوكي. انت السابلي. حاضر حاضر حاضر. من عينيك يا حنونه. شربيني الله يخليك. من عينيك يا كوسه طيبه. اذا احنا عايزين العجينه بتاعه السابلي نحطها مع البتيفور ولا يبقى كتير عليك؟ تبقى ناشفه. ممكن عجينه السابلي. اصل ده دي عجينه السابلي بتعمل منها طرد. طب لان إيه؟ هي عجينه عشان نعمل طب منها. طب بلاش بكره، بكره نعمل بيتي فور. ممكن في يوم يبقى خلينا نعمل عجينه سابلي على اساس ان احنا نعمل الكولكشن ده كله. ماشي حاضر. طيب مقادير بقى، هنعمل مفتيك بالصلصه. يلا. والمقادير كالاتي: عايزين لحمه ستيك، وعايزين بصل وتوم وبهارات وطماطم ودقيق وطماطم شاري وزعتر ملح فلفل زبده، وبيتقدم معاها بطاطس بيوريه. احنا الشيف شربيني راح ضارب من يعني اللحمه. انت اسمها ايه دي؟ بتعمل ايه؟ بتضربها؟ بتبططها. بططها. بططها؟ لا بجد يا شربيني اسمها ايه؟ فردتها. فردتها. ودلوقتي انت بترش ملح وفلفل وزعتر عليها. علشان بتتبلها. بتبلها. اوكي. وادي شويه دقيق. اوكي. انت بتتبل بالدقيق عشان يمسك فيها. عشان يبقى ليه شخصيه. ناخد منه الصوص بتاعه. ناخد منه الصوص بتاعه كده هنا. ماشي ادي. كده تمام. تمام اهو. ملح. ده البوفتيك. في الناس الشعبين زي حالاتي بيقولوا على البوفتيك اللي هو الاسكلوب، لكن ده البوفتيك اللي هو اصلا الاساس الناشوناليتي. ده البوفتيك. البوفتيك بيتعمل بصلصه غير البوفتيك اللي احنا بنقول عليه بسكلوب. السكلوب اللي هو اللي هو الفينواز، اللي هو على طريقه النمسا، اللي هو بيقولوا فينواز او سكلوب فينواز. لا تاني. ده بوفتيك. احنا عندنا بروح للجزار واديني كيلو بوفتيك. كيلو بوفتيك او بوفتيك فراخ اللي هو البانيه. لكن هو البانيه غير البوفتيك. ده البوفتيك الاساسي. ده طيب معانا تليفون. معانا علاء. ايوه اتفضل يا علاء. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. اخبارك ايه؟ بس الحمد لله. انا بقول لكم كل سنه وانتوا طيبين. انتوا الشيف شربيني. وانت طيب. علي صوتك بس. كل سنه طيب يا حبيب قلبي. بقول لكم كل سنه وانتوا طيبين. انتوا الشيف شربيني. الله يخليك يا علاء. وانت طيب واهل الاسر كلهم طيبين. وانت طيب. انا وعيالي كل يوم بننتظركم من الساعه 1 للساعه 4. ما مصر كلها كل اللي عندهم عيال بيستنونا من الساعه 3. احنا في الاقصر هنا متابعينكم من الدرجه الاولى. ربنا يخليهم لينا. واحنا كل اللي بنعمله ده عشان هم ينبسطوا بس. طبعا انا بقول لحضرتك يعني ان المبادره اللي عملها رئيس الجمهوريه بعد فتاح السيسي للناس الغارمين والغارمات. ايوه. اما احنا ما حدش عندنا في ناس ما عرفش على حاجه. في ناس ايه؟ ما حدش يعرف على حاجه. ما نعرفش عنهم حاجه. بروح قصدك في الاقصر يعني؟ في الاقصر بالذات. بنروح الجمعيات. بنروح المحافظه ما حدش بيرد علينا بحاجه. وانتوا بتبقوا محتاجين حد يساعدكم. انا باخد علاج شهري للسيوله في الدم ب 4000 جنيه. طبعا علاء انتوا ما عندكوش جمعيات اهليه؟ في فروع للجمعيات زي الاورمان وزي مصر الخير وكده، ما عندكوش هناك فروع ليها في الاقصر؟
عندنا لمصر الخير. طب بيعملوا ايه؟ بتديني 150 جنيه في الشهر مع معاش التضامن الاجتماعي. ما هو بيحاولوا يعني، هم ما اكيد كذا حالة عندهم. طب انت 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 عايز ايه يا عم علاء؟ قولي طلباتك ايه يا حبيبي. عايز ايه؟ مبادره من الرئيس يدينا علاج الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس ابراهيم محلب يساعدوني في العلاج. يساعدوك في العلاج. حاضر، سيب تليفونك وان شاء الله. ومش بس مش شرط حد من الرئاسه او حد من رئاسه الوزراء، احنا عندنا ناس كتيره جدا حابين يشاركوا في الخير. ورقم تليفونك هيبقى موجود معانا يا عم علاء، واي حد هيتصل بينا عايز يساعد عم علاء احنا نقدر نوصلكوا بيه ان شاء الله. احنا في الاثناء دي انت حطيت البفتيك كده ياخد باخده سوتيه عشان خاطر بعد كده ابدا اعمل الصوص بتاعه او الصلصه بتاعته. ماشي، انت هتعمل ايه؟ انت هقلب بس كده. طب عقبال ما تقلب اخد انا مياده. اتفضلي يا فندم. مياده ازيك يا مفيده؟ ازيك يا مياده، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك؟ انا كويسه الحمد لله، اهو قاعده بطبخ. انا عايزه اسال شيف شيرجيني على سؤال بالنسبه للبوفتيك الاول، وبعدين اكلمك على حاجه ثانيه. طب بصي، انا عايزاكي بس تعلي صوتك الاول او الصوت بتاعها يوصل لي شويه عشان انا سامعاها. اما باجي اعمل بوكتيك بيقوم بيكش كده وبيلف على فوق، بيكش ويلف على طول. ايوه هي بتتكلم صح. على ايه؟ لما بتيجي تعمل البوفتيك، لما بتيجي تعمل بوفتيك اول ما بنحطه في النار بيبرم كده، بيقوم داخل جوه بعض. مش ده، مش البني. بتاعك. لا احنا لما بنيجي نعمل احنا البوفتيك اللي هو زي ده يعني، اللي زي ده بيبرم معانا. هل لان احنا ما خبطناهوش لازم يتفرد يا بابا؟ لازم يتفرد. انا بفرده جامد بس برضو بيعمل كده. تقول ايه؟ بتفرده جامد بس برضو بيعمل كده. يبقى اللحمه تقطعها عكس الانسجه. يبقى اللحمه لما اقطعها لك مش مقطعها لك تقطيع بوفتيك. اللحمه متقطعه عكس الانسجه. اوكي. طيب دي دايما الناس بتشتكي منها. في العمر على طول كتير ونفسي اكسب بجد والله. لا ده حظ يا مياده، ده حظ، وربنا لو كاتب لك تطلعي عمره هتطلعي عمره حلوه. بشكرك يا مياده. قولي هنا فص توم وبصلها مش كتير. ده انت بعد ما انت كل اللي انت عملته دلوقتي ان البفتيك ده كده بس من غير اي حاجه تانية. لا يعني انت كل اللي عملته انك تبلته، حطيت له الزعتر والملح والفلفل، ورحت ايه مشوحه كده على النار. بالظبط. انا طبعا بعمل الـ 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 التوم والبصلايه كراشد كده، اهي مكسوره ما بنحمهاش قوي. كراشد. اوكي عشان تعمل بيها ايه بقى؟ الصوص بتاعه، الصوص بتاع بتاع البوفتيك. صلي على النبي بقى. اللهم صل وسلم على سيدنا. شفت بقى الفرق بين الراجل وبين الست؟ الله. ايه هو الفرق بين ان انا ببقى واقف ذكي ومركز على اللي في ايدي، على اساس مش واقف ابص على التليفون ولا مش عارف اكلم صاحبتي لا. ولا مش عارف ايه، عشان في المطبخ الراجل هو اللي يبقى صح. كمل انا عايزك. انت جيت وقلت لي خلي بالك من شربيني. تعالى انت بقى خد المايك بتاعي وقدم انت الحلقه. تعال هتعملي ايه؟ طيب تعال وقف انت هنا. خد تليفونات واتكلم مع الناس. ارغي وانت هتعرف تطلع انا اقول لك بقى الفرق ما بين الراجل والست. مش هتعرف تطلع، هتطلعها. انا عايزك تقعد طول النهار تقعد ترغي مع الناس كده وتاخد وتلغيهم، وانا هطبخ. قالوا لي الفرق بين الراجل خلاص. طب خلاص قالوا لي الفرق بين الراجل والست. قال غيرت رايي خلاص. خلاص يا عم انت بقى مش انا عمال تقول لي الفرق بين الراجل والست. الرجال قانون عن السيدات، ده حاجه وده حاجه. لكن انا بشتغل زيك ويصير اكتر. كان في دراسه معموله على الست النكديه، قريت عنها؟ ايه هي الست النكديه مالها؟ بقول لك الست المصريه اكيد الست النكديه، لانه يوجد اكثر نكدا من بقيه السيدات اللي في العالم كله. ايوه ليه؟ لان الراجل المصري اكثر الرجال نكد في الدنيا. الراجل برضه اللي ينكد؟ طبعا. تخيل انت لما يبقى ضارب بوزه شبرين وقاعد لي في البيت طول النهار ما بيكلمش، او نايم في اوضته وقافل على نفسه ما بنشوفش طلته البهيه غير قبل الفطار بخمس دقائق، وبعد ما يجي بتاع يقوم شارب حاجه او الست بتاع اكثر نكدا. انا تعبان. الست اكثر نكدا. حواجبي بتوجعني، شعري بيقرصني، البيجامه واسعه عليا، صوابع رجلي اتحدي طرقع لي. ما انا اقوم من النوم انا اروح اركب الزرار اللي اعمل منطلون. لا انا بقوم من النوم انا بصحى الصبح. امال ايه يعني؟ اقوم اروح اغسل مواعيني وانزل واوضح بيتي من اساسه وانضف بيتي، وبعدين بعد كده انزل اشتغل قدام الكاميرا، اقعد اهري وانكت مع المشاهدين ونقعد نتكلم وناخد تليفونات يعني واساعدك في الطبيخ وساعدك في الطبيخ، وفي الاخر احنا ستات ب 100 راجل.
الست المصرية دي ما حصلتش، يا خرابي عليكي. ايه ده؟ انت عظيمة قوي، الست المصرية دي عظيمة قوي. واللي ما حصلتش بالنكد، ما حصلتش عشان عندنا رجالة نكد. هو احنا عارفين بس عليها 5 دقايق من غير نكد. هو الراجل اصلا يصعب عليه يشوفها بتضحك، يصعب عليه يشوفها قاعد تتفرج على المسلسل. بذمتكم يا ستات مصر، رجالتكم وانتوا قاعدين بتتفرجوا على المسلسلات بيقرفوكوا قد ايه؟ بيقرفوكوا. والطلبات در 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 شاي ميه. مش عامله لي حاجه حلوه يا حياتي؟ يا ابني طب اتفرج على المسلسل. هو انت متابعاها؟ طب اتفرجي على قاعده بقى. اتفرج على المسلسل دي، الواحد يكلمها ما تردش عليه. طب سيبني بتفرج على المسلسل. انا بني ادم. انت مش عارف ايه؟ ايوه انا بني ادم. شربيني. طب اديني شويه ميه. طب وما تروح تجيب ميه. لازم امسك غزاه بسكينه عشان تقوم. يا سلام، هو انا موجوده عشان هو الواحد لازم يقعد جنبنا عصايه سكينه. سكينه وعصايه. قومي هاتي الشاي، ما تجيبش روح غزازه. ايه قومي هاتي الشاي، ما تعمل انت نفسك. قومي هاتي كوبايه ميه، ما تجيب غز. غز ايه؟ هو خلاص خلي عصاية احسن. بقول لك ايه؟ نعم. ايه مشكلتك؟ شيلي بس ما تحطيش في ايه مشكلتك ان انت تروح تعمل لنفسك كوبايه شاي واحنا بنتفرج على المسلسل؟ ما انتوا جايين تعملوا ايه؟ يا امي تاني؟ احنا بقالنا اكتر، مش مصدقه نفسي. انا من إيه اول رمضان. اكتر ايه بس؟ عايزين نبقى راسكم براسنا. هذا الرجل اللي عنده كرش في النيل، ها؟ اللي بيقول علينا. اللي بيقول علينا لا لما اروح الاقي اكله صحيه ليا. أيوة. بدل ما الاقي حله محشي. محشي طبعا عشان جملناها رز عشان ترابرب وتبقى حلو كده وبتاع. وماله؟ طب ها ماله بتربربني ولا تقولي كرشك كبير؟ مش احسن ما تيجي تلاقي فول وتقعد تبكت فينا وما فيش اكل كده؟ شويه سلطه حلوين كده، رغيف محمص. طب ما مش عارف ايه، ما ادري ايه، حته لحمه مشويه. سلمى بتضحكني. سلمى بتقول لي بتعملي سوشي، بيقول لك ده مش اكل. مش سوشي؟ انا نهارك ده بيجي من الجزائر ولا منين؟ لما تروح تعملي الكلام سوشي يا سلمى هيبقى ليه حق يتكلم علينا حبيبتي. بلاش سوشي دلوقتي. سوشي؟ والله العظيم تروح بيت ابوها على طول. تروح بيت ابوها على طول. سوشي؟ سوشي في بيتنا؟ فضحتينا. انت بتعمل ايه؟ حطيت بصل وثوم. شويه زعتر اهم. ايوه وزعتر ومرق الدجاج. ايوه. وبعدين؟ نضرب بقى الطماطم دي في الخلاط. طيب وبعدين؟ ده الصوص اللي هيتحط خلاص على ال بالظبط يا فندم. وكده انا خلصت. لا لازم يخش الفرن بقى. يخش الفرن كمان؟ طب عشان نلحش، احنا قعدنا نرغي بقى كتير. لا ده جميل. انت قدامك ايه؟ قدامك حبه الصلصه بس اعملهم لك بس. يلا يا زعيم. يلا زعيم بس حاسس بتحرق البتاع. وبعدين تيجي تقول لك اصل انا اللي حرقتها لك. قال ايه؟ الرجاله استفتروا علينا نتفرج على المسلسل. نقعد قدام المسلسل يقول لك ايه ده يا حبيبتي وانت تتفرجي على المسلسل؟ امال هم معمولين عشان ايه؟ مش هنتفرج عليهم؟ ولا لازم احنا نتفرج في القعده واحنا واقفين في المطبخ؟ يا ساتر يا ساتر على الراجل الشرقي. يا ساتر. ما قالوا ما تبص على الاحسن اتعملت على مستوى احلى كلام اسمعه، احلى كلام بسمعه. ست اسرع نكدا على مستوى أول العالم. اول ما بيفطر على ترابيزه السفره بس ما بعرف. هو ما يعرفنيش غير بعد كده. ما اول ما يقعد ياكل ايه الجمال والحلاوه دي؟ ربنا يخليكي ليا. وخلاص خلصت. بعد كده بقى كله يبان. شاي حاجه ازعاج. انت تسكت خالص، انت راخر وانت مش فاكر نفسك ايه؟ انت راجل زيهم. انا بتكلم مع محمد. سيد سيد اتفضل يا سيد. يا سيد سيد انا شلتها لك. ايه سيد معناها؟ صح يا سلمى؟ مش خط في الراجل مشيتيه؟ هو الرجاله كلهم عايزين بس كده. طب علي اهو، علي عليه اهو. علي علي يا لولو. علي 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 خايفين. خايفين منك طبعا. ناس ساكتين علينا. احنا ساكتين والله العظيم. ده احنا ساكتين. ده احنا يا خرابي. الستات الستات دول ليهم الجنه. الستات ما اعرفش يكذبوا. ما طبعا ما اعرفش. ما احنا عشان انتوا مش عاجب مش عاجبينكم. عايز اعرف بس عشان احنا بنقول الحقيقه. عشان بس نفسي اعرف. أيوة. مني طلع الاسم ده. انا انت محمد هاني. ما تجيبيش ست الناس الكبيره. انا ما بخبطش في العيله. لا ما فيش عندنا. ما فيش. احنا هنا في السي بي سي ما عندناش الكبير والصغير. والله انا عايز اعرف. نفسي اقول البرنامج ده ليه اسم تاني. ايه؟ الستات بيعرفوا يكذبوا. الستات احسن ناس يكذبوا. ما ده التقليدي بقى كل الرجاله بقى. ها نفسي. ده الافيه ده النكته بتاع كل الرجاله. الستات احسن ناس. احنا كايدينكم عشان انتوا عارفين ان احنا ما بنكذبش بالحقيقه ابدا ابدا. كنت فين؟ كنت عند الخياطه. خياطه؟ ما ده مش كذب. ده حاجه قاعده مع صاحبتها على كافيه بيشربوا شيشه. اي طب ويعني بدل ما تقرفنا وتزن علينا وتقعد تقولي وتاخرتي والعيال اهو بقى سهل لي وقتي.
يلا ما يهمكيش. بص بقى يا ست الكل قولي عشان اريحك واريح نفسي. يلا عشان نلحق نطلع فاصل اهو. هندخل ده الفرن كده اهو. يلا وده كمان داخل الفرن كله يبقى كده فاضل لنا الشوربه. صح يا شربيز؟ ايوه يا ست الكل. ماشي يا زعيم. يلا يا ست يلا ادينا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد وقت قد ايه في الفرن؟ اللهم صل على النبي. حلو ده. اللهم صل على النبي. ودخلنا الفرن. شفت بقى الحلاوه دي؟ حلاوه حلاوه. يلا يا باشا نطلع الفاصل نرجع بعد الفاصل. فاضل لنا حاجه واحده بس، شوربه الكوسه بالكريمه برضه بعد الفاصل. نرجع مره تانية مع حضراتكم. وقبل الفاصل كان فاضل لنا الكوسه. هنعمل شوربه كوسه بالكريمه، واللي مطلوب مننا عشان نجيبه للكوسه بالكريمه عايزين كوسه وصدور دجاج وبصل ودقيق وزبده ومرقه وكريمه لباني وملح وفلفل. ده اللي مطلوب الاول عشان نعمل الكوسه. في البريك شيف شربين يقطع كله على بعضه. ايوه اهو انت قطعت البصل مع الكوسه والمرقه اهي. ده بصل وكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنا وتوم وحبه ميه. اوكي الفراخ بقى ايه؟ ده كده احط بقى صدر الفرخه دي معاها تغلي. بس ياخدوا غلوه؟ خلاص اطلع الفرخايه واضربها في الخلاط وبقت شوربه. وتحط كريمه. ونحط الكريمه اللبانه. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه في الفرن بتاعنا. طب عقبال ما انت تعمل ايه اخد ام علاء. اللهم صل على النبي. طيب ام علاء ازيك يا ام علاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي اتفضلي. تمام مفيدة يعني انت نورت الشاشة طبعا. ربنا يخليك. الله يخليك حبيبتي ووردتها. يعني مش عايزينك بقى تتعبي شيف اكتر من كده. الراجل شغال خلاص بقى خلاص. ما هو مش هيشوفني بعد ست ايام من دلوقتي. لا 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 شايفه مبهدلاني ازاي يا مدام؟ ابدا ما استغناش اللي بتعمله فيا. ما استغناش عنك ابدا. ربنا يخليك يا حبيبتي ربنا يخليك. الشيف بتاعنا المحترم الجميل. الله يخليك يا ست الكل. انت احسن مننا قدام السفارات وقدام العالم كلها. الله يخليك يا فندم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. اشكرك. الله يكون عيد سعيد على المسلمين وعلى ام محمد كلها. شكرا. ام علاء احنا ان شاء الله انت طبعا كنت متابعانا وعارفه ان احنا من بكره نبتدي نشتغل في البيتي فور. فبكره ان شاء الله هيبقى البيتي فور، بعد بكره هيبقى الكحك، بعد بعده هيبقى البسكويت والبسكويت. ها بسكوت وغريب. انا خلاص هو كمان شويه بسكويت بسكوت وغريبه كركري. بسكويت وكركريه. بسكوت وغريبه بعد بكره. بشكرك. انت بتعمل ايه بقى؟ كركريه. كركريه ايه؟ بسكوت. انت مش عاملين عصير ليه النهارده؟ غريبه. هنعمل لك اللي انت عايزاه. إيه؟ عندنا اقدر نقول لك لا يا سياده الكل. ايه بقى؟ عايز عصير؟ ايه عندنا حاجه في الثلاجه اقول لك انا عندنا ايه؟ اقول لك انا عندنا ايه وينفع يتعمل منه ايه؟ عندنا برتقان، بس برتقان معمول يعني عصير. وعندنا زبادي وعندنا لبن. ها؟ ينفع اعمل منه عصير؟ هات الزبادي واللبن. عندنا برتقان وعندنا لبن، ممكن اعمل منه عصير؟ هات الزبادي. اجيب زبادي. وهات اللبن. واجيب اللبن. وايه ونعمل عصير؟ هتعملي زبادي لبن؟ ها؟ نعم. بجد هتعمل ايه؟ ايوه. بس انا هخبيه عشان ماشي. العلامات هنا. طيب معانا تليفون. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عم محمد. ايوه الو. ازيك يا عم محمد؟ اهلا يا مدام مفيده. ازيك حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ساكن في الهرم؟ ايوه يا حبيبتي. وعندك 63 سنه؟ 63 سنه يا حبيبتي. وحاولت تكلمنا امبارح وجاوبت على سؤال بتاع في اي سوره وردت كلمه البصل؟ ايوه يا فندم. ايوه ايوه كانت الاجابه صحيحه البقره. الله. فانا بقول لك الف مبروك، انت كسبت معانا جائزه العمره للحلقه دي. ربنا يخليكي. ربنا يكرمك. ربنا يديك ربنا يكرمك. ربنا يديك جدا متشكر جدا. ربنا يكرمك يا مدام مفيده. على ايه يا عم محمد؟ يعني احنا مبسوطين ان انت مبسوط وافتكرنا دايما في دعواتك يا عم محمد. ربنا يكرمك ويديك الصحه ويخليك بنتك يا مدام مفيده. يا رب يا رب. حاجه النبي يا رب. الله يخليك. اشكرك يا عم محمد. الف 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 مبروك يا حبيبي. ميرسي يا مدام مفيده. ميرسي يا حبيبتي. ربنا يكرمك كده يا ست الكل اهو. قوي. احنا كده طلعنا الاول التارت عشان نبقى احنا عارفين دي اول حاجه طلعناها وشكلها حلو. الله ايه ده شربيني؟ ده كريسبي. اللهم اني صايم. المنفي العجينه كريسبي. كريسبي. عايزها كريسبي؟ لا العجينه دي كريسبي. طبعا حلو قوي. ده ايه بقى ده؟
تمام، حلوة الفكرة دي، فكرة غير تقليدية في طريقة تقديم وأكل البفتيك. صح كده. ممكن نحط حرنكش؟ حرنكش لا. ممكن لو في حرنكش حط حرنكش. آه. مفيش حرنكش حط طماطم شيري. مش مشكلة. إحنا ال 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 الشوربة على النار، هي مش هقدر اطلعها لك دلوقتي. آه. لان احنا خلاص عملنا، هي تضرب في الخلاط وخلاص، لان خلاص طبعا دي عايزه لها خلاص 5 دقايق، واحنا مش هنضحك على الناس ونقول ان احنا ايه. خلصنا واحنا لسه ما خلصناش. الاكله جامده جدا كده. هنا الشوربه بتاعتي عايزه بس تغلي اهي. ونضربها، تغلي نضربها في الخلاط، نطلع صدر الفرخه نقطعه، ناخد حبه دول كده. انا لما اقطع الصدر الفرخه اسيبه حتت، اخليه بيسيس قطعه صغيره. اوكي شيربين بعد كده. اوكي يلا يلا عشان بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الزعروره تحفه تكسر اللون. تسلم ايديك يا شربين، يا شيف شربين، يا كبير يا عظيم يا جامد قوي قوي قوي. اديني فايف. جيف مي فايف. يلا باي باي. باي باي.